القصة تحكي عن وطن صغير، غربة بالوطن. أكو ناس هم صح بالوطن بس هم عايشين غربة. بس وين يحس إنه هو بالوطن؟ بالوطن الصغير اللي هو الكنيسة. أفلامك إحساسنا بقلبك يخليك تتأثر ويا الفيلم، تحب هذا الفيلم تتعلق به. أنا أحب فد يوم إنه أسوي فيلم. شوف على رأس العراق وللأسف يعني عندنا هواية مخرجين، عندنا هواية كتاب سيناريو، إنه عندهم الإمكانية اللي يشتغلون بها بس ما عندهم المادة اللي يقدر ينتج بها الفيلم الميزانية. سوي اللي عندنا، نحاول نوصل رسائل مالتنا بهالإمكانية البسيطة اللي عندنا.